السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الطلب طبعا عبيناه جاهز الحمد لله. هاي الاسم هون أسامة زينة، الاسم الأول أسامة من الأردن، وهنا مكان السكن بالأردن، وهنا أني أكثر من 21 سنة عمري، وهنا الجندر، وهنا I need a visa. كتبت كيف في خيارات إيش الوثيقة اللي بتأهلك إنك تسافر، وهنا رابط فيديو لمدة 60 ثانية وأنا أتحدث عن كوني مرشد محلي، طبعا رفعته على الدرايف، وهنا موضوع عن متحف الدبابات الملكي أنا كتبته رابطه هذا، وهون 5 مواضيع على الخارطة حطيتهن أنا كنت عاملهن ريفيو بالأردن في بلدي، الرابط تبعه، وهنا ليش أنا حاب أكون مرشد محلي، وهنا شو بستفيد من كوني مرشد محلي، وهون رابط صفحة تويتر، وهون رابط صفحة انستغرام، وعلى الله التوكيل نقدم الطلب بسم الله. والسلام عليكم.